لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هنا في أجواء جميلة بمدينة الخميسات، أين يستقبل الاتحاد الرياضي التركي متصدر البطولة الاحترافية الجيش الملكي في مقابلة سيسعى كل فريق للخروج منها بنقاط أثر. التمرير، محاولة المرور، حكم طلب مواصلة اللعب. الضغط ما زال متواصلا، لكن دفاع الاتحاد تولى مهمة تدريب المغرب الرياضي الفاسي في هذا الموسم. الركنية نفذت جديد أذكر. الكرة ضاعت من بديع أوك الذي مين أمين، ما الذي سيفعل أمين؟ يمرر أمين دائما لعناصر الجيش الملكي، لكن الدفاع ياسين الخلاش. كان البحث عن رضوان أيت المقدم، سيكون هناك تغيير اضطراري. بديع أوك لن يزحزح. العرضية من العمري، كرة في منطقة الجزاء، تسديد. الكرة اصطدمت بياسين الخلاج، كانت تسديدة حمزة إيجمان. التنفيذ من منصف العمري، ضربة رأسية، ما زالت الفرصة مستمرة. الهدف الأول في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، ضربة رأسية من زهير مرور تمنح التقدم للجيش الملكي. السيناريو الأفضل بالنسبة للفريق في مقابلة اليوم، الأسبقية وتقدم في أول الدقائق. التونسي نصر الدين نبي سيكون راضيا على هذا المستوى الذي قدمه الفريق في أول عقد. أريستيد سيمون، محاولة التدخل من العودة لأشرف برقي. كرة في وسط الملعب، كرة طويلة خرجت. أشرف برقي، محاولة افتكاك الكرة، فرصة حمزة إيجمان، قد ينجح إيجمان. التسديد من إيجمان يضيع الفرصة حمزة إيجمان. ما الذي حدث؟ بطاقة صفراء دائما. حمودان، انتظار طيب بوخريس، العرضية من بوخريس. كرة خارج الملعب، ركلة مرمى للاتحاد الرياضي التركي. مرت الفرصة بسلام على مرمى الحارس عبد الرحمن الحواصلي. نفس الشيء الذي حدث، هنا التدخل من عبد الرحمن الحواصلي. التصدي على طريقة الحراس المتألقين. عبد الرحمن الحواصلي المقدم. بعد الكرة من زهير مارور، يراقبه سيدريك حريمات، مجهود كبير، نجح في التسجيل ويواصل. الكرة الطويلة من المهدي، الحكم يعلن عن خطأ لبابا غاديو. خطأ. الاتحاد الرياضي التركي، أنس الضو، العرضية، التنفيذ. كان بإمكانهم تسجيل هدف التعادل. هنا اللقطة، هنا التنفيذ من أنس الضو. كان البحث أنس، ما الذي سيفعل أنس؟ التمرير، التصويب، كاد الفريق أن يسجل هدف التعادل. يمكنني أن إلياس مرة أخرى. حكم يعلن عن خطأ. شراء للاتحاد الرياضي التركي، كرة خارج الملعب، ركلة مرمى. سيرسل الكرة لأريستيد سيمون. أريستيد ضيع الفرصة. السنغالي أريستيد سيمون يضيع الفرصة ويضيع. حاتم الصوابي، بابا غاديو، مجهود كبير لكنه ارتكب الخطأ. السنغالي بابا من الجريمي.
العرضية من الجريمي أريستيد سيمون، كانت محاولة خطيرة على مرمى الحارس عبد الرحمن الحواصلي. من اللقطة الماضية كرة خارج الملعب ركلات مرمى، هنا فرصة محاولة للجيش الملكي، كرة خرجت جيدة، إمكانية الوصول، الحكم يعلن عن خطأ لفائدة ولمصلحة الاتحاد. سيدافع بقوة في هذا الموسم عن لقبه للحفاظ على اللقب وللحفاظ على سيمون السنغالي. ما الذي سيفعل أريستيد؟ عيسى السعيدي، الهدف، الحكم رفع الراية، الهدف يلغى، الحكم مدينة الخميسات لهذا الملعب. هنا التسديد، فرصة، التصويب، هدف التعادل، هدف التعادل للاتحاد الرياضي التونسي في الدقيقة 65. ينجح الاتحاد الرياضي التونسي في تعديل النتيجة، هدف يعيد الفريق في نتيجة المقابلة. أنس الضو، يوسف ربيدي، بوخريس، العرضية، إمكانية التسجيل، إسماعيل الطوغولي كان بإمكانه استثمار الفرصة. لحظات، هنا التنفيذ، ضربة رأسية، الدفاع يتدخل، إبعاد الكرة خارج الملعب، التنفيذ، منصف العمري، كرة طويلة من منصف العمري، ركنية أخرى للجيش الملكي. ضغط في هذه الأثناء، ضغط في هذه اللحظات على مستوى تشكيلة نادي الجيش الملكي. سجل الهدف الوحيد للفريق، الهدف، الهدف الثاني، الهدف الثاني للجيش الملكي. افتكاك الكرة، خالد ترخان، اسقط خالد ترخان المثالي بشكل المطلوب. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ كان هناك سوء تفاهم. كرة في وسط الملعب، أنس الضو، التمرير، فرصة، محاولة للاتحاد الرياضي التونسي، إمكانية التسجيل، إمكانية الوصول، الهدف الثاني، الهدف الثاني للاتحاد الرياضي التونسي. تسديدة لا تصد ولا ترد، تسديدة تمنح الفريق الهدف الثاني في مقابلة اليوم بطريقة رائعة، بطريقة ممتازة، الاتحاد الرياضي التونسي. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يواصل تألقه في الدوري الدولي بكرواتيا، وكان الفريق الوطني قد افتتح مشاركته في الدوري بانتصار على منتخب النرويج بخمسة أهداف دون مقابل، قبل أن يفوز في الجولة الثانية أمام لاتفيا بأربعة أهداف لواحد. وسيواجه هشام البكيك منتخب تركيا يوم السبت انطلاقا من الساعة 2:30 بالتوقيت المغربي.